السلام عليكم. بعد أكثر من 3 أعوام كان استقرار الخليج العربي فيها موضع تساؤل، التقت قطر والسعودية على نقطة تصالح وحصلت انفراجة. وبالرغم من أجواء التفاؤل التي تسود المنطقة عقب المصالحة التي تمت بوساطة كويتية وبثقل سياسي أمريكي، فإن هناك ترقباً بشأن إمكانية أن تعم هذه الانفراجة الدولتين الأخريين في الأزمة، وهما الإمارات والبحرين، ناهيك عن مصر. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التعامل مع المشكلات بين قطر والدول الأطراف يحتاج إلى وقت. الوقت هو أحد الأسئلة المطروحة بعد هذه الانفراجة، هل من دلالة ينبغي قراءتها في سياق التوقيت؟ وهل سيصل قطار المصالحة إلى محطتي أبوظبي والمنامة؟ وماذا عن التداعيات الإقليمية لعودة العلاقات بين الرياض والدوحة ورفع الحظر والحصار عن الأخيرة، خصوصا على الصعيد اليمني والإيراني؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، نلتقي بعد متابعة التقرير التالي. عناق بعد سنين من المقاطعة بين قطر وجيرانها الخليجيين، سبقته جهود دولية لتهيئة أجواء المصالحة، وتوجته قمة العلا الخليجية بإعلان فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، ومعالجة المواضيع كافة بين الطرفين بحسب وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر. قادة مجلس التعاون الخليجي وقعوا على بيان القمة الخليجية 41 في مدينة العلا السعودية، والتي أكد فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، مثمناً جهود رأب الصدع بقيادة الكويت، ومشيراً إلى أن هناك تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي في المنطقة، وأن برنامج إيران النووي يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. من جهته أفاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف بأن القمة أكدت تعزيز دور مجلس التعاون عبر توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية. هذا وباركت هيئة علماء المسلمين في العراق ما أعلن من مصالحة بين قطر وعدد من الأشقاء خلال انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي، وأشارت إلى أن هذه المصالحة تنسجم مع الأصل في وحدة الصف ونبذ الخلافات والانتباه إلى المخاطر الحقيقية المشتركة، فيما هنأ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حكام دول الخليج لجهودهم في تمهيد الطريق لتحقيق المصالحة الخليجية الشاملة. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ببيان العلا بشأن التضامن والاستقرار الذي أصدرته قمة مجلس التعاون الخليجي. اتفاق قمة العلا الذي حضره وفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري ترامب بحسب رويترز مثل أول خطوة في طريق إنهاء الأزمة الخليجية، ويبدو أن الرياض أو أي من الدول المقاطعة لقطر لم تتشبث بمطالبها التي طرحتها منذ بداية الأزمة كشرط لإنهاء مقاطعتها للدوحة. هذا الموضوع نبحثه مع ضيوفنا عبر خدمة سكايب على التوالي من الدوحة الأستاذ صالح غريب الإعلامي القطري، كما سيكون معنا أيضا من الرياض السيد سليمان العقيلي الكاتب السياسي، كما سينضم إلينا من إسطنبول السيد محمد الأحمدي الصحفي اليمني. أهلا مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. لو بدأت من الرياض أستاذ سليمان، ربما يكون في مثل هذه القضية، قضية المصالحة السعودية القطرية وهي حديث الساعة الآن في المنطقة كلها، أحد أكبر الأسئلة وأهمها هو السؤال عن توقيت حصول هذه الانفراجة. كمراقب، ماذا تقرأ في دلالة هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الواقع إنه هذه المصالحة جاءت بعد حوارات مستفيضة بين المملكة العربية السعودية وقطر وبمشاركة الوسيط الكويتي، وهي لا شك تعبر عن رغبة سعودية قطرية بالدرجة الأولى، ولا شك أن الأطراف الأخرى مشاركة من خلال المملكة العربية السعودية، وقد فوضت الرياض لما تراه من مصالح عليا
لوحدة المنطقة وانسجامها وتوحيد جهودها، يعني استعدادا لمواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة. والتوقيت بالتأكيد أنه توقيت مهم ويأتي في سياقات تطورات دولية وأقليمية، ولكن أيضا في ظل رغبة سعودية غير يعني رغبة سعودية الحقيقة موجودة ومتوفرة منذ بدأت المقاطعة، لأن المملكة العربية السعودية لم تكن راغبة في مقاطعة في أن يتقاطع الشعبان الشقيقان السعودي والقطري، وحتى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الحقيقة هو استقبل مكالمة من الأمير الشيخ تميم بعد أسابيع قليلة، بعد يعني نحو 9 أسابيع من المقاطعة، ولم يتيسر رغم اتفاق القائدين لم يعني يتوفق الحوار حول معالجة الأزمة، لكنه في عام 19 بدأت نقاشات وحوارات، وأيضا استمرت في عام 2020. وما في شك أن المملكة العربية السعودية التي ينظر لها أثقائها في الخليج بأنها الشقيقة الكبرى تنظر برؤية استراتيجية، لأنها حريصة على تماسك دول الخليج وعلى وحدة مجلس التعاون والحفاظ على تماسك هذه المنظومة الإقليمية الناجحة، وأن يستقبل الخليج أي تطورات مقبلة، خاصة في ظل إدارة أمريكية جديدة ستحاور إيران حول ملفها النووي وملفها الصاروخي وحول سياساتها الإقليمية المهددة للاستقرار. وهذا يتطلب في حقيقة الأمر وحدة الموقف السياسي لدول المنظومة الخليجية وانسجامها لبلورة رؤية استراتيجية نحو إيران ونحو الحوار الإيراني الأمريكي. طيب. بالدرجة الأولى، لأنه حوار يمثل بالنسبة للخليجيين نتائجه تؤثر على المصير الخليج. طيب، لو انتقلت إلى الدوحة لأسأل الأستاذ صالح، يعني بعض المراقبين كتب وعلق بأن هذا التوقيت هو توقيت المصالحة الخارجية وبتوقيت واشنطن، بما قد يفهم من ذلك بأن ربما المستفيد الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المصالحة. سؤالي هو إلى أي مدى تتفق مع هذا التحليل، خصوصا يترتب على هذا الأمر مدى ديمومة هذه المصالحة ومدى الثمار التي يمكن أن تقطف منها فيما بعد؟ أولا أهلا وسهلا بك وبالأستاذ سليمان والأستاذ محمد معنا في هذه الحلقة، ونبارك لنا جميعا في الخليج على ما تم من مصالحة بين قطر والدول الخليجية التي كانت تحاصرها منذ 2017 حتى يناير 5/4. طبعا رفع الحصار عن قطر بعد بيان السعودية. أنا لا أتفق مع يعني ما ذهب إلى تقريركم في رغبة أمريكية شديدة. هي لم تكن رغبة أمريكية شديدة بقدر ما هو كان مثل ما ذكر الأستاذ سليمان إنه هناك كانت يعني تبادل زيارات بين وفود سعودية قطرية كويتية، كان يعني الوفد السعودي يأتي إلى قطر وبعد ذلك يذهب مع الوفد القطري إلى الكويت للاتفاق على رؤية وخطة للاتفاق على ما تم يوم 4 يناير هو رفع الحصار، ومن ثم مشاركة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في قمة العلا، وشاهدنا كيف كان الاستقبال الحار الذي تم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. هذا يعني جانب يمكن في رمزية تعيدنا إلى الماضي كخليجيين كلنا، هذا هو شعورنا، هذه هي مشاعرنا مهما اختلفنا. يعني اليوم الفرحة اللي موجودة سواء كان في قطر أو في السعودية تحديدا، وإن كان ننتظر يمكن اليوم الدكتور أنور قرقاش في مؤتمر صحفي أعلن أنه هناك عودة بعد أسبوع للتبادل التجاري بين قطر وكذا، إحنا ننتظر
كما كنت أقول دائما في حواراتي مع القنوات، أنه انتظرنا البيان السعودي، وكنت أقول أن البيان السعودي سيصدر خلال من أربعة ديسمبر وحتى قبيل انعقاد القمة. فكانت دائما كنا قلقين أنه متى سيصدر البيان السعودي حتى يحدد الملامح للمرحلة القادمة في نجاح قمة العلا أم لم تنجح. أرادت قطر أن تنجح بعد طبعا رفع الحصار، وجهود وجود كوشنر سواء كان في زيارته الأولى اللي قبيل إعلان بيان الكويت تواجد، ولكن حقيقة لم يكن له تأثير، إنما رغبة من الرئيس الأمريكي الراحل عن البيت الأبيض لتسجيل دور له في حل الأزمة. لكن حقيقة خلونا نكون واقعيين جدا، هو لجهود صاحب السمو الشيخ صباح الله يرحمه والسلطان قابوس، والآن الشيخ نواف الأحمد، لولا مكانة هذه الدول عند أيضا ومكانة المملكة العربية السعودية كما ذكر الأستاذ سليمان، ننظر لها الشقيقة الكبرى، وهي في الشقيقة الكبرى هي اللي تحتوي كل أبناء الخليج. لا شاهدنا يعني كيف كان ليس في هذا الموقف، إنما ما حدث حقيقة من أزمة بين قطر وبين الهي. أنا أعتقد هي الآن في طير النسران. قد لا ننسى كمواطنين قطريين تعرضنا إلى هذا الموقف، لكن أنا أعتقد هو تجاوزنا بهذا الاستقبال الحار يعني ما حملته هذه، سواء كان البيان أو بيان أو توقيع المصالحة والاتفاق الجميع. لكن لازلنا ننتظر خطوات مماثلة من دول خليجية أخرى، على سبيل المثال البحرين والإمارات وبما فيهم مصر. لذلك البيان، هذه البيانات لابد أن تصدر حتى ترفع طيب. هذه حتى المملكة. سيد صالح، حتى لا نقفز على المحاور، سنبحث بعد الفاصل قضية انتقال هذه المصالحة إلى أبوظبي والمنامة، لكن قبل ذلك لو أذنت لي أن أنتقل إلى إسطنبول لأوسع دائرة النظر من خارج الدائرة. سيد محمد، من أي منظور عربي استراتيجي ينبغي النظر إلى ما تم في العلا من مصالحة بين قطر والسعودية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولضيفيك العزيزين من الدوحة والرياض وللمشاهدين. نحن كيمنيين في الحقيقة، وأنا على الأقل كمواطن عربي أبارك وأرحب بخطوة المصالحة الخليجية، تحديدا المصالحة بين السعودية وقطر في هذه المرحلة. على الأقل هذه الخطوة محل ترحيب حتى بالنسبة للحكومة اليمنية، وفي الأوساط السياسية اليمنية أيضا لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا، لأن نحن كيمنيين أيضا انعكست مسألة الحصار وإعلان المقاطعة لقطر، رغم ما يبدو على الأقل من وجهة نظر كثيرين أن الأسباب والذرائع لم تكن مقنعة أو غير منطقية أو غير عادلة على الأقل. وبالتالي هذه الخطوة أو تلك الخطوة التي اتخذت قبل 3 سنوات بإعلان مقاطعة قطر بدت للكثيرين كأنها قفزة في الفراغ، وألقت بظلالها على الملف اليمني الذي يعاني اليمنيون جراء انقلاب الميليشيا الحوثية وتداعيات هذا الانقلاب وانعكاساته على كافة المستويات. المقاطعة في الحقيقة أحدثت انقساما داخل في أوساط النخبة السياسية اليمنية، وفي نفس الوقت خسر التحالف بقيادة السعودية، وخسر اليمنيون أيضا الأدوات الناعمة لدولة قطر في دعم نضالات اليمنيين للتخلص من ميليشيا الحوثيين وإسقاط مشروعها. وكان لهذا يعني تأثير بالغ في الحقيقة جراء هذه الأزمة أو الخلاف الخليجي. اليوم بعد المصالحة السعودية القطرية يؤمل اليمنيون بالفعل أن تقود هذه المصالحة إلى اتفاق في وجهات النظر الخليجية إزاء الملف اليمني ودعم حق اليمنيين في استعادة الدولة وفي دعم الحكومة الشرعية والاستمرار في معركة التحرير لإسقاط المشروع الإيراني في اليمن الذي استغل بالفعل إطالة أمد الصراع
في هذا البلد منذ 6 سنوات لتمكين أذرعه في اليمن ولتوطين مشروعه. واليوم صار الحوثيون يشكلون خطرا وتهديدا كبيرا ليس فقط على سنأتي على الحديث على هذه النقاط المهمة سيد محمد تسمعني سنأتي على ذكر هذه النقاط المهمة التي أثرتها ولكن ليس قبل أوانها. يعني أنا مضطر أن أعود إلى الرياض لأسأل السيد سليمان، يعني بما أنه لم يرشح معلومات عن طبيعة الاتفاق وتفاصيله وحيثياته، فالكثير من وسائل الإعلام مضطرة إلى الاعتماد على بعض التسريبات، من ذلك ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية المرموقة من عن مصدر مطلع على المفاوضات، مفاوضات المصالحة، من أن دول الحصار تنازلت عن الشروط 13 التي فرضتها قبل ذلك على قطر نظير رفع الحظار وعودة العلاقات مقابل سحب الدوحة لقضاياها من منظمة التجارة العالمية وباقي المنظمات الدولية. إذا ما صح هذا التسريب عن واشنطن بوست، برأيك هل هذه الصفقة وهو الاسم الذي اصطلحت عليه وسائل الإعلام كافية لبناء ثقة وديمومة هذا الاتفاق بين الطرفين؟ اسمح لي أولا أتحفظ على مصطلحات سياسية أسمعها في هذه الندوة مثل الحصار، لأن لا نعتقد أننا مارسنا حصارا على قطر، لأنه لا يعني موانئ وأجواء مفتوحة من جهات أخرى، ولذلك يعني التنطع باسم الحصار مبالغة سياسية. ثانيا، معلومات الواشنطن بوست ناقصة ومبسترة وليست يعني ولا يمكن الأخذ بها، لأنه أصل الصراع ليس هذا ما الدعاوى هي نتيجة للصراع وليس أصلا للصراع. الصراع حول يعني بواعث قلق دائمة لدى جيران قطر حول تدخلها في الشؤون الداخلية وحول دعمها للمنشقين والمعارضين السياسيين وما يسمى دعم الإرهاب أو التطرف أو الجماعات الإسلامية. على كل حال، هذه اختلافات بين قطر وبين أشقائها، يبدو أنها هذه الجملة وعدم التحريض على خطاب الكراهية بما يعني في المفهوم السياسي عدم الإساءة لهذه الدول أو التوقف عن سن الحملات على الاستقرار وعلى الأمن وعلى القيمة المعنوية لهذه الدول. هذا في المجمل ما يمكن اعتباره جوهر الاتفاق، وهو مهم جدا أولا يعني، وقطر أيضا مستعدة للإيمان بهذه الجمل وبهذه المبادئ، لأنها تنطلق أساسا من المواثيق الدولية. وسواء قطر اعترفت أو لم تعترف، دول الخليج لديها تحفظات حول التدخل في الشؤون الداخلية وحول الأمن الإقليمي أيضا، لأن قطر إذا غردت خارج السلم فهذا يعني اختراق إيراني أو تركي أو شاء ما شاء للمجموعة للمنظومة الخليجية، والاختراق يهدد الحقيقة الموقف الجماعي الاستراتيجي نحو مصادر التهديد للأمن الخليجي. ولا شك أن هذا هو روح الاتفاق. أما المبادئ 13 التي وردت في بداية الأزمة فهي مبادئ ذات أهداف تكتيكية الحقيقة، لم يكن يعني يراد منها أن تكون هذه المبادئ قواعد حوار، هي مبادئ لمنع الحقيقة التدخلات في إيقاف هذا قرار المقاطعة واستمرار قرار المقاطعة لفترة حتى تستخلص الدروس من هذه الأزمة من الأشقاء القطريين. وأنا أعتقد أنه البند 12 من البنود 13 حدد صلاحية هذه الشروط بعشرة أيام فقط، لمن يعني لم يقرأ هذه الشروط بشكل دقيق، البند 12 قال المدة هذا العرض 10 أيام، مما يدل على أن هذا البنود 13 لها صبغة تكتيكية وأهداف تكتيكية
في أن لا يلقى قرار المقاطعة في بدايته. نعم، طبعا قبل أن أذهب إلى الفاصل نقطة لابد من توضيحها أستاذ سليمان. نحن في قناة الرافدين كنا وما زلنا على الحياد إزاء هذه الأزمة من جميع الأطراف، وإنما استعملت المصطلح الدارج في وسائل الإعلام والصحافة العربية من غير تبني لنا لهذا المصطلح ولطبيعة وتفاصيل الأزمة بين الدول الأشقاء. وقفة قصيرة ومن ثم عودة لمواصلة الحديث. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، وهذه عودة للحديث عن التداعيات المحتملة للمصالحة القطرية السعودية إلى قطر. أستاذ صالح، في ما حصل في مدينة العلا من مصالحة بين قطر والسعودية بالتفاصيل التي حصلت بها، هل يكفي لتحقيق الاستقرار والهدوء وديمومة هذه الحال في منطقة الخليج العربي، أم برأيك ثمة خطوات أخرى ينبغي أن تلحقها؟ لا بد ان تكون هناك ثمه خطوات تلحق ذلك. مثل ما قلنا، احنا الان ننتظر الدول الاخرى لرفع الاجراءات التي اتخذتها على الشعب القطري كحصار وليس كمقاطعه. ولا اتبنى راي القناه، لانه هذا رايي انا الشخصي وراي الجميع يعرف انه هذا حصار وليس مقاطعه. فيما يتعلق بالإجراءات، فعلا يعني ما تم الآن في هي اللبنة الأساسية لإنهاء الأزمة وعودة المياه إلى مجاريها في التبادل بين الشعوب، لأنه من تضرر هم الشعوب. الآن نحن نشاهد مثلا فيديوهات تصلنا من أشقائنا في المملكة العربية السعودية وتحديدا في منطقة سلوى، الاستعدادات لاستقبال القطريين بعد يعني كم يوم من فتح الأجواء وفتح المركز الذي أغلق من 2005-2006. لذلك أنا أعتقد هذا الفرح اللي موجود يمكن فرح شعبي مشوب بالحذر، بمعنى أنه طيب ما هي الضمانات التي لا تعود دولة على دولة أخرى من تكرار ما حدث مرة أخرى، وهذا الحصار تاريخيا لعلنا نعلم، أنا كمهتم بالتاريخ وباحث في هذا الأمر أرى أنه هذا هو ليس الحصار الأول، ليس المعركة الأولى التي تقام بين دول مجلس جيران قطر، البحرين والسعودية والإمارات، بل هو هذا يمكن يكون الحصار الخامس على سبيل المثال، لأنه مرينا في معارك، معركة خنور، معركة الوجبة، معركة الزبارة، معركة مسوية وغيرها من المعارك الأخرى التي دخلنا فيها والحمد لله انتصرنا. تكاتف الشعب القطري هو اللي نجح هذا الحصار وأخذ إلى هذا، والاستفادة من هذا الحصار هو الآن قطر استقلاليتها عن مجلس التعاون من فيما يتعلق بجانب الاقتصادي، ما كان يصلنا من تلك الدول، الآن نحن نصدر هذا الذي يصلنا سواء كان مشتقات البان وغيرها. لذلك لا بد أن تكون هناك ضمانات دولية، لا نثق في الأمريكي وإن كان هناك إدارة جديدة، لكن لا بد أن تكون هناك ضمانات دولية سواء كان مجلس الأمن أو الأمم المتحدة يقوم ب يعني بالشهود على هذا التوقيع. التوقيع تم في العليا ومشكورين على ما تم، وهذه خطوة مثل ما قلت تزيل الهم والغم اللي كان موجود في داخلنا كشعوب.
تباعدنا عن بعضنا البعض، مثل ما قلنا استغلنا إعلاميا، كنا نسمع مفردة مثلا نظام الحمدين والإساءات والبذاءات اللي كانت لأول مرة في التاريخ العربي نشهد هذا الكم من السباب ومن المفردات ومن الرسومات الكاريكاتورية والبرامج وما شابه ذلك. لذلك حتى لا يتكرر، حتى تستمر هذه، على فكرة يعني خلينا نكون صريح شوي معاكم، يعني المملكة وجهود المملكة مقدر عند الشعب القطري فيما قامت فيه، لكن هناك اختراقات تحدث الآن. على سبيل المثال الإعلام المصري، ما تقوم فيه البحرين على سبيل المثال من تأجيج على الحدود البحرية في بينها وبين الإمارات نفس الشيء، رغم أن اليوم يعني مؤتمر الصحفي للدكتور أنور قرقاش، ويمكن نعيدكم إلى الحديث الذي تم معه فيما يتعلق بالشروط 13، قال إحنا حطينا أعلى شيء حتى نحصل لو على واحد إحنا نكون ربحانين فيما يتعلق بحصار قطر. لم حقيقة لم يحصلوا على شيء، لأنه قطر هذه الشروط أو هذه المبادئ التي وضعت تمس كرامتها وسيادتها، وقطر لن تتنازل ولكن الأجواء الآن إيجابية كثيرا بين الدول الأزمة، وخصوصا بعد العناق الحار بين أمير قطر وولي العهد السعودي، كان عناقا حارا، واستبشر الخليجيون والعرب من ورائهم كثيرا بهذا العناق وبهذه المصالحة. طيب دعني أتحول إلى إسطنبول سيد صالح. سيد محمد، أنت من ضمن المنظومة الخليجية، اليمن من ضمن المنظومة الخليجية، برأيك وأنت متابع لما يجري، هل هناك فرص لأن يكون هناك نوع من الديمومة والاستمرار لهذه الاتفاقية بدون تدخل دولي كما دعا إلى ذلك سيد صالح وقد يعذره بعض المراقبين؟ هل يمكن إيجاد توليفة خليجية تضمن استمرار الحال وعدم عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق؟ صباح ملحاً بالنسبة لدول الخليج، منظومة مجلس التعاون الخليجي واليمن أصبح من الضرورة بمكان اليمن، وأيضا ربما دول أخرى، العراق والأردن وبعض الدول التي كان يجري الحديث منذ سنوات على حول ضرورة إدراجها ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي. اليمن تقدم بطلبات عدة أن يكون جزءا في هذه المنظومة الخليجية، لأنه يمثل حزام أمني مهم لأمن الخليج العربي وللأمن القومي العربي، ويبدو أن لدى القيادات في مجلس التعاون الخليجي أو بعض القيادات على الأقل حسابات معينة لم تقبل بهذه المطالب. اليوم بات من الضرورة بمكان أن يعيد الجميع حساباته ويعيد النظر في المواقف التي يعني انتهت إلى هذا الحال من التشرذم والانقسام. المصالحة الخليجية كما قلت وأكرر خطوة إيجابية ورائعة ومهمة وملهمة أيضا، ولكن أيضا من الأهمية بمكان ألا تتكرر أن يكون هناك وقفة جادة وصادقة للاعتراف بأن إعلان مقاطعة قطر وحصار قطر كان خطأ استراتيجيا كبيرا وفادحا ويجدر بالمملكة العربية السعودية، وهي دولة وازنة في المنطقة وتمثل ريادة للعالم الإسلامي، ألا تقع في مثل هذه الأخطاء الاستراتيجية التي يعني تعطي حالة من الانكشاف الاستراتيجي. لا يمكن لدولة مهما كانت قدراتها أن يعني أن تذهب إلى حرب تهدد أمنها القومي ثم تشعل الحرائق بالجوار، وبالتالي هذه المصالحة نقطة تحول مهمة وجيدة يجب البناء عليها مع مراجعة أخطاء الفترات الماضية، وأن يكون هناك مبادئ أساسية عامة يؤمن بها الجميع، مبدأ احترام السيادة الوطنية لدول الجوار والتعاون يعني تعزيز أواصر الإخاء على أساس المصالح المشتركة وليس على أساس التبعية أو فرض الوصاية على هذا البلد أو ذاك. يعني اليمن عانى كما قلت منذ سنوات اليمن دفع الحرب وزاد من سيد محمد الانقسام الذي حدث في هذه الأزمة،
واليوم بعد المصالحة هناك آمال كبيرة لدى اليمنيين ولدى المواطنين في الشارع العربي أن تؤسس هذه المصالحة لمرحلة قادمة تستجيب أيضا لتطلعات الشعوب وحقها في المشاركة السياسية وفي الحقوق والحريات وتعزيز القيم التعايش في المجتمع. طيب. اليمن بالذات فيما يتعلق بهذه المصالحة سيد محمد الأحمد، إذا كنت تسمعني يبدو أن الصوت بيننا فيه إشكالية، اليمن بالذات سيكون نقطة مركزية في الحوار بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل أنا سأذهب مرة أخرى إلى الأستاذ سليمان. مستوى الحضور الرسمي من قبل البحرين والإمارات لقمة العلا لم يكن على أعلى مستوى، هذه واحدة. الثانية أن الأصوات الخارجة من المنافذ الإعلامية التابعة للإمارات والبحرين لا توحي بأن العاصمتين متحمستان أو على استعداد للدخول في هذه المصالحة حتى الآن كرؤية أولية. هل هذا الشعور من عدم الحماس بالنسبة لأبو ظبي والمنامة يمكن أن يتطور إلى موقف مناهض لهذه المصالحة بين قطر والسعودية؟ الأخ صالح فريب الذي أراد العودة بنا إلى الأسباب والمسببات والشروط والشروط المضادة واللي ما كنا نرغب في العودة لها، لكنه طالما رجع وقال وأكد يعني بثقته المعهودة أنهم لم يحصلوا على شيء، يعني لم يحصلوا أشقاء قطر على شيء من قطر، لا هذا الكلام مجافي للحقيقة. ودول الخليج ما ممكن أن ترتمي في هذه المصالحة دون الحصول على ما تريد. طبعا هي دول الخليج ومصر بالتأكيد. الذي حصل هو التزام قطري واضح بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بعدم احتضان المنشقين السياسيين أو دعم المعارضين السياسيين بالخارج، بعدم دعم جماعات الإرهاب والتطرف والجماعات الدينية المحظورة في الدول الأربع. هذه التزامات على قطر تنفيذها وإلا لن جميل نقطة مهمة قطر. ذكرت أن عدم استضافة قطر ما يصنف بالمنظمات الإرهابية بالتصنيف الخليجي دول الأزمة أم بالتصنيف القطري، لأن قطر متنازعة في مسألة تعريف الإرهاب مع السعودية والإمارات. من ضمن الأشياء التي تم التوافق عليها الالتزام باتفاقية 2013، واتفاق 2013 حددت الجماعات التي ينبغي على قطر التخلص منها. ثانيا كلامك عن البحرين والإمارات، البحرين والإمارات الحقيقة هم وافقوا على المصالحة وانخرطوا فيها ووقعوا على البيان وآمنوا بالمصالحة، لكنه الحقيقة فيما يتعلق بالتمثيل، أولا التمثيل الشيخ محمد بن راشد هو الممثل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ وفاة الشيخ زايد، لأن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، نائب الشيخ خليفة عافاه الله وشافاه. فالشيخ محمد بن راشد هو الممثل من سنين، يعني منذ وفاة الشيخ زايد ومرض الشيخ خليفة، وهو أعلى رجل في الدولة الإماراتية بعد الشيخ خليفة شافاه الله. أما البحرين صحيح أن الملك حمد لم يحضر لأنه صار في توتر، لا أدري هل هو مقصود ما ليس مقصود، حدث عرضيا حدث بصورة متعمدة بين قطر يعني والبحرين. الرواية القطرية دعني أسألك، الرواية القطرية تقول بأن الإمارات هي التي تدفع البحرين إلى يعني هذا التصعيد للتشويش على المصالحة بين السعودية وقطر، إلى أي مدى يعني توافق على هذه الرؤية؟ لا هو شك، أولا دول الخليج ومصر كلهم أخذوا بالاعتبار المفاوضات التي أجرتها السعودية والالتزامات التي حصلت فيها عليها من قبل قطر
والمملكة أقنعت شركائها وجميع الأطراف بأن هذا يعني حد مقبول للصلح. ولكن المملكة أعلن وزير خارجيتها بأن هذه قمة مصالحة ومصارحة، يعني ما انتهى الموضوع. يعني الإمارات والبحرين ومصر عندهم طلبات وعندهم ما سيناقشونه مع قطر في التفاصيل. طبعا المبادئ انتهينا منها، وقرر الجميع عودة العلاقات الدبلوماسية، وستفتح إن شاء الله الأجواء البحرية والجوية. ولكنه يعني ما في شك إن هناك تفاصيل في العلاقات الثنائية. نعم. يعني مصر عندها تفاصيل خلاف مع قطر أكثر من السعودية. البحرين في عندها خلافات ثنائية مع قطر، هذه تعالج في الإطار الثنائي، ولا يمكن للمملكة العربية السعودية أن يعني تتحمل خلافات تاريخية بين الدول. طيب حتى أستاذ سليمان، يعني ألتمس منك ومن ضيفنا الكريم أيضا في قطر، يعني أن نحاول أن نبتعد قدر الإمكان عن التاريخ ونركز فيما نحن فيه الآن من مصالحة تاريخية قد تنعكس على دول الخليج والمنطقة العربية برمتها إيجابا، وخصوصا في كما تفضلت وضيفنا في قطر بأن هناك تحديات تنتظر المنطقة. هنا أسأل الأستاذ صالح في قطر، يعني الجهود الأمريكية لوحظ أنها كانت منصبة على الدوحة وعلى الرياض، كان يعني التركيز على أبوظبي أقل مما هو على الدوحة والرياض. سؤالي هو، هل كان هذا التقصير بين قوسين في مع أبوظبي بناء على عدم استعداد الأخيرة أم عدم حماسة أمريكية وعدم اكتراث أمريكي لدور إماراتي في هذه المصالحة برأيك؟ ولا شك أن العلاقة القطرية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية يمكن هذا يكون أحد الأسباب، لكن يعني الجانب الإماراتي حقيقة يمكن حتى إحنا كمواطنين قطريين يعني شوي نغض الطرف عن هذا الأمر، وإن كان إذا ما تمت هذه المصالحة ورفعت الإجراءات التي اتخذت ضد المواطنين القطريين مثل أيضا البحرين ومصر. يمكن اليوم أمس كان وزير المالية في مصر يفتتح أكبر فندق في القاهرة، والاستثمارات القطرية الموجودة سواء كان قطر البترول وغيرها. أنا أعتقد الدور الأمريكي لماذا ركز على قطر والسعودية طبعا مع الكويت، لأن هي السعودية هي التي أدارت دفة الحوار مع قطر، وهي التي أدارت مع الوسيط الكويتي بالتوافق مع كل ما يحصل تطور كان يعلن في الدول الأخرى. وبالتالي لما جينا إلى رفع الحصار أو لما بدأت قمة العلا تم الاتفاق على هذا التوقيع، ولم يكن هناك أي اعتراض على هذا التوقيع. الآن لن أعود إلى ما حدث في ما هي يعني ما هي من الخاسر ومن الكاسب. اليوم في لقاء سيكون مع الشيخ محمد سوف يتحدث عن ما حدث على قناة الجزيرة. كلنا رابحين في هذا الاتفاق، ما حد خاسر. صحيح مثل ما قلت احنا كمواطنين تضررنا تأثرنا في قلبنا جروح، لكن تسامينا عليها من أجل تلك اللحظة التاريخية التي تم فيها العناق مع صاحب السمو الشيخ سيد صالح. يعني بالنظر إلى مراقبتك للسلوك الإماراتي والبحريني، وأخص بالذكر الإمارات لأنها صاحبة وزن سياسي أكبر في هذه المرحلة، بحسب مراقبتك هل هناك تضاؤل لفرص انضمام الفعلي والحقيقي لهذه المصالحة أم أنها ما زالت تقف على مسافة من هذا الاتفاق؟ هما الاثنين يعني شوف الامارات طبعا يعني السعوديه البحرين خلافاتنا الحدوديه معاها انتهت من 86، لكن لماذا اججت الان مثلا قضيه القوارب وكانوا يعني حتى القارب العسكري اللي دخل والطائرات التي اخترقت الاجواء؟ هذا الامر لا يفترض ان يكون موجود ونحن نستعد لعقد القمه في العلا. الإمارات يعني يمكن فجرت في الخصومة مع قطر، يمكن صحيح السعودية قامت بأغاني وب يعني بما قامت فيه،
لكن كانت أهون، وعلاقة الشعب القطري مع الإمارات والقيادة أيضا مع القيادة، وإن كانت هناك اختلافات أو خلافات في وجهات النظر، لكن في النهاية الأمير محمد على سبيل المثال في أحد المؤتمرات قال إنه، وحتى قطر يعني كان لما يتكلم عن الجانب الاقتصادي، إنه والله قطر مصدر اقتصادي للمنطقة، وكل وذكر الدول الأخرى. لذلك هذه الإشارات اللي كانت تقدم من القيادة السعودية كانت تهون هول الحصار المفروض على قطر. الآن ننتظر كما ذكر المؤتمر الصحفي لوزير سأعود إليك سيد صالح، سأعود إليك، ولكن يعني الآن دعني أنتقل إلى إسطنبول. سيد محمد، ربما يكون اليمن حجر الزاوية في المرحلة المقبلة بالنسبة للقادة الخليجيين. السؤال هو أي انعكاس ربما يكون لما بعد قمة العلا على الملف اليمني بالتحديد، وهذا الموضوع الذي كنت مستعجلا على الحديث فيه، تفضل. نعم، أنا كنت أشير إلى أن الملف اليمني تأثر سلبا بالأزمة الخليجية في الحقيقة، ودفع الثمن باهظا اليمنيون جراء هذا الانقسام في منظومة مجلس التعاون الخليجي، لأنه أولا خسر اليمنيون أدوات ناعمة لدولة قطر في الدفاع عن قضيتهم، وفي الحقيقة خاضت كثير من وسائل الإعلام الخليجية بنفس المكايدات في العديد من الملفات والقضايا، بما في ذلك الملف اليمني. يعني مبدئيا كما قلت في بداية حديثي، كثير استاءوا من مسألة إعلان الحصار والمقاطعة، وبدت الأسباب واهية وغير منطقية وغير عادلة، لكن في نفس الوقت عندما كان هناك نوع من الاصطفاف الإعلامي إلى جانب الحوثيين من بعض وسائل الإعلام القطرية على الأقل، أو ما فهم بالنسبة لبعض اليمنيين من أنه اصطفاف لمصلحة الحوثيين في التناول الإعلامي، أضر كثيرا بالقضية اليمنية، وكانت الخسارة مشتركة في الحقيقة، ليست لليمنيين فقط ولكن أيضا للسعودية. وبالتالي يؤمل أن تكون هذه المصالحة هي بداية لمعالجة العديد من الاختلالات وسوء التفاهم. لكن أريد أن أختم أسئلتي لك سيد محمد، هل ثمة ما يخشاه اليمنيون من اتفاق خليجي جزئي غير مكتمل حتى الآن؟ وأنت يعني صحفي يمني، هل ثمة ما يخشاه اليمنيون من اتفاق لم يكتمل بعد؟ فعلا هذا سؤال مهم. لدينا مخاوف كيمنيين أن يكون هذا الاتفاق أولا على حساب مصالح الشعب اليمني وعلى حساب سيادته الوطنية، وأن يعمل على فقط تهدئة بعض التناولات الإعلامية من أجل تمرير مشاريع معينة تضر بوحدة التراب الوطني وتضر بمبدأ السلامة الإقليمية للجمهورية اليمنية. لا تزال دولة الإمارات تعبث في اليمن الحقيقة، وسياساتها مدمرة، سياساتها مدمرة طوال السنوات الماضية، وأكثر من أضر بقضية اليمنيين وبمعركة التحرير ضد ميليشيا الحوثيين هو دولة الإمارات وسياساتها العبثية في المناطق المحررة، لأنها عمدت إلى إنشاء تشكيلات وكيانات موازية للدولة اليمنية، بددت جهود التحالف وجهود الحكومة الشرعية وجهود اليمنيين، وأساءت بشكل بالغ لعدالة القضية اليمنية. اليوم الحوثيين مثلا عندما يتوجهون بالخطاب للمواطنين الواقعين تحت سيطرتهم، أن عدن نموذج للمنطقة المحررة، وعدن مسرح مفتوح للاغتيالات والسجون السرية والانتهاكات والفوضى وغياب الأمن وغياب سيادة القانون. من فعل هذا؟ إنها الإمارات بكل وضوح. الإمارات أضرت كثيرا بقضية اليمنيين، ويخشى هذا أن ربما استفيد العلم به. هذا دور الإمارات الذي تفضلت بالحديث عنه، ربما استفيد العلم به. لكن نحن الآن في ظل الواقع الجديد، وألتمس منك الذهاب إلى الرياض لأسأل الأستاذ سليمان في سياق الحديث عن الواقع الجديد الذي أنتجته قمة العلا، وفي الشأن الإقليمي تحديدا، على ما اتفق الطرفان السعودي والقطري وعلى ما اختلفا؟ عندما أقول إقليميا أقصد على وجه التحديد اليمن وإيران. نعم، بالنسبة للإقليم طبعا تحدثت عن الالتزامات تجاه بعضهما أو تجاه قطر، والتزامات قطر تجاه أشقائها، وهي التزامات
عدم التدخل وعدم دعم مصادر تهديد النظام السياسي. اليمن ما في شك إنه الصراع مع قطر خلق حالة استقطاب سياسي حاد في المنطقة، أنتجت استقطابات موازية أو مواكبة في مناطق الصراعات خاصة في اليمن وفي ليبيا. والمأمول اليوم الذي يعني إذا قلنا أن هناك طموحات واسعة، أقصى طموحنا هو أن نخفف هدوء الصراع في الخليج والمصالحة والمصارحة أن تخفف من حالة الاستقطاب السياسي في اليمن وفي ليبيا أيضا، وأن تساعد الأطراف الأزمة الخليجية التي تفاهمت أو في طريقها للتفاهم الاستراتيجي الكامل أن نساعد ذلك في تفاهم استراتيجي في اليمن ومن ثم في. فلذلك الحقيقة أنه ما يشي بالانسجام الكامل في الخليج هو أن ينعكس حالة الانسجام السياسي في الخليج على انسجام سياسي في أنحاء أخرى في المنطقة العربية، وهذا هو المأمول الحقيقة. لأنه بعد ما انفجرت الأزمة مع قطر رأينا دور سلبي قطري في المهرة وفي اليمن سليمان، يعني من فضلك بدقيقة، بحسب اطلاعك ومعلوماتك التي أنا أثق بأنها عميقة على ما جرى في الاتفاق، هل الاتفاق بين الدوحة والرياض أكبر من الاختلاف فيما يتعلق بالموقف من إيران؟ أنا أعتقد أن الاتفاق عالج المشكلات الثنائية بالدرجة الأولى، مشكلات التهديد النظام السياسي، مشكلات التدخل داخل السيادة الوطنية، ومشكلات الإساءة وخطاب الكراهية تجاه الدول الأخرى أكثر من معالجته لقضايا التحديات الخارجية. لكن ما في شك إنه بيان العلا أكد على وحدة الموقف الاستراتيجي الخليجي، وأكد على التضامن في مواجهة المهددات الأمن القومي الخليجي. نعم. وبالتأكيد إنه الأشقاء في قطر يدركون الحساسية السعودية من إيران، وهم أعلنوا على كل حال. نعم. ومنهم المحللين والزملاء الصالح إنه التوجه لإيران كان نتيجة للمقاطعة التي حصلت مع أشقائهم. طيب. وفي حالة عودة الأمور إلى نصابها بالتأكيد أنهم سينسجبون مع الموقف الجماعي لمجلس التعاون، وطبعا تعرف الموقف الجماعي ليس موقف أبيض وأسود. الموقف الجماعي لمجلس التعاون هناك موقف استراتيجي تجاه التحديات الأمنية أو المهددات الأمنية، وهذا مجمع عليه من جميع الأعضاء. سيد سليمان، يعني أعتذر عن المقاطعة، أدركني الوقت ويجب أن أختم مع الدوحة، كل شكر لك على ما تفضلت به. سيد صالح، احتفظت قطر بعلاقة ما مع إيران، بينما دول الأزمة الخليجية رأت في إيران مهددا ومقوضا للأمن القومي العربي وفي القلب منه الخليجي، وهذه الرؤية الخليجية التقت مع رؤية أمريكية رأت بضرورة يعني تشديد الحصار على إيران بسبب موضوع السلاح النووي والأسلحة الصواريخ البالستية كما تعلم. هل يمكن لإيران بعد قمة العلا، عفوا لقطر بعد قمة العلا، أن تعيد ضبط علاقاتها بطهران على قاعدة الأمن القومي الخليجي باختصار من فضلك؟ هو لا شك يعني الآن الموقف القطري من إيران نتيجة الحصار اللي حدث، لكن كيف يتغير الموقف الآن بعد رفع الحصار وعودة المياه إلى مجاريها ووقف هذه الحملات وهذه الصورة التي نشاهدها في الإعلام الخليجي تجاه دولة قطر؟ لا شك أنه قطر موقفها مع موقف الخليج، لكن لن تعادي إيران لأنه فقط الآن تم هذا الأمر. أنا أعتقد مواقف قطر ومواقف الدول الثانية، يعني الآن مثلا الإمارات عندها علاقة بإيران، عندها علاقة بإسرائيل، هل تدخلت قطر في أنه والله تقول لا لازم أنت كنت تأخذين
يسألك سعودي غاضب سيد صالح بأنه لماذا لا تعادي قطر إيران وهي تهدد الأمن القومي العربي من تدخل وسيطرته على 4 عواصم عربية؟ ولماذا ولماذا أعاديها وأنا أصلا تعرضت إلى ما تتعرض لإيران؟ هي دي الإشكالية. لو أنا أقول لو لم يحدث ما حدث مع قطر لظلت قطر، قلت لك أنا قطر إن سحبت سفيرها أيام السفارة السعودية في مشهد القنصلية السعودية، فلذلك موقف قطر كان مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج الأخرى. لكن قضية التدخلات اللي يتكلم عنها الأستاذ سليمان هي تدخلات، ترى بعدهم يتدخلون في شؤوننا ويتحكمون في بعض قراراتنا. أشكرك شكرا جزيلا سيد صالح غريب الإعلامي القطري، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة، أشكرك شكرا جزيلا. والشكر بالدرجة نفسها للأستاذ سليمان العقيلي الكاتب السياسي، كان معنا أيضا عبر سكايب من الرياض. والشكر موصول للسيد محمد الأحمدي الذي كان معنا عبر سكايب من اسطنبول. الشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة، دمتم في حراسة الله.